طلالتك اليوم أطلالة هيك شوي مميزة منا فنية أبدا، هي ولا فينا نقول عمل خيري، ولكن تواجد لمناسبة عيد الطفل. حبيت تزوري دار الأمل. خلال زيارتك للدار مثل ما شفنا كيف كان الاستقبال، كيف الصبايا تجمعوا، أغنية زمان حولوها مثل ما هن بيحبوا يحولوها لحتى يعبروا لك عن محبتهم. يعني أنا كثير انبسطت قدي هن كانوا مبسوطين فيني، كانوا ناطريني عم بحضروا لي من جمعة وعاملين لي كلام الغنية ومحضرين لي كثير أشياء، فعن جد يعني الله يكون معهم وإن شاء الله يا رب كل مشاكلهم تنحل. وبدي اطلب يعني اي حدا قادر انه يساعد على صعيد كبير، اكيد هو دار الامل بحاجه لمساعده. مثل ما شايفين انه هالصبايا يعني الفتيات من عمر 10 سنوات، يمكن اكبر واحد فيهم عمره 16 سنه، يعني كلهم قصيرات. ممكن بعد ما شفتي وعرفتي كل يمكن تقريبا مش كل فتاه منهم، يكون في لقاء منك بما انك انت فتاه ناضجه تحكي لهم شيء توجهيهم؟ انا كثير حابه اني اعمل جلسه ثانيه معهم وشوف يعني اسمع كل وحده قصتها شو تقدر انصحهم يمكن قد ما فيني. في قصص انه بحاجه لحدا يساعدهم، وهو هي المؤسسه دار الامل معموله خصوصي فيها مرشدات يعني بيقولوا لهم كيف لازم يتصرفوا وشو الغلط اللي ما لازم يقعوا فيه. دار الامل هي مؤسسه اجتماعيه خيريه من 1970 تاسست، بتهتم هي بشكل عام بوضع المراه، عندها ثلاث مراكز. المركز اللي زارته اليوم امل حجازي هو مركز بيهتم بالصبايا اعمارهم 12 ل 18 سنه اللي بيعيشوا صعوبات كثير، نهتم نتابع كل وحده بعائلتها ومتابعه فرديه لحتى نوصل معهم انهم يحلوا هالمشكله او يقربوا من الحل قدر الامكان. بصراحه الفنانه امل حجازي قبل ما تكون فنانه هي انسانه، والصبايا كثير بحبوها بالمركز وكان كثير يطالبوا انه هي تجي وتزورهم، وكثير اهتمت انه تجي وتزورهم للصبايا وتعرف مشكلتهم وحده وحده، وهذا الشيء عن جد ما بنشوفه كل يوم بين الفنانات وشيء كثير مميز منها بنشكرها اكيد. مثل ما شفنا حبيتي بنفسك تخوضي السياره الخاصه اللي فيها الصبايا، ويمكن هي لاول مره بتسوقي هيك نوع من السيارات. بس حبيت سواقه الفان يعني. لا حبيت انه اكون قريبه منهم قدر الامكان، يعني ما يحسوا انه انا من غير عالم، يحسوني انه مثل مثلهم، وبالفعل انا مثل مثلهم. يعني بنخبر مشاهدينا انه هالاسبوع حيتم تصوير اول كليب لاغنيه اللي حملت عنوان الالبوم. اعطيني التفاصيل، تصوير وين، مع اي مخرج، عنوان الاغنيه؟ هو بكره التصوير وان شاء الله يعني خلال اسبوع او 10 ايام بيكون على الهواء. المخرج يحيى سعادة، عنوان الألبوم بيع الورد، هي اللي حتتصور أول شيء، وإن شاء الله بتنال أعجاب كل المشاهدين. فكرة جديدة ولوك جديد حتشوفوه بكرة، في إثارة أو شيء يعني أكيد. الكليب حيكون فيه جرأة بس من نوع آخر، يعني جرأة باللوك، جرأة بتصوير الكليب بالستوري بورد، فإن شاء الله أنه هيك أقدر كن متميزة عن غيري. هلا بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية، كلمتك الأخيرة بتكون وكلمة بدها تكون منك لمناسبة عيد الطفل وعيد الأمهات. يعني إن شاء الله بعيد الطفل ما بضل ولا طفل متشرد، وإن شاء الله دايما يلاقي مين يحضنه لأنه الطفل بحاجة لحنان. وعيد الأمهات الله يخلي لي أمي وأمات كل العالم. مثل ما عم بتتابعوا وتشوفوا اطلالات كثيره وعديده لنجوم الغناء العربي، نجوم شركه روتانا، لقاءات خيريه ولقاءات فنيه، واليوم اللقاء اجتماعي مثل ما تابعناه مع الفنانه امل حجازي. امل بتمنى لك التوفيق بكل خطواتك وبعملك الجديد اللي رح يصدر قريبا عن شركه روتانا. كان معكم عماد هواري، روتانا بيروت.